الانتخابات يكونوا، وعكس ما راهم يظنوا اكثر الناس، وتكون بنسبه محترمه جدا. احنا رانا ثاني ولاد الجزائر. انا نسمع الانين تاع اللي في اضرار، ولا اللي في البيض، ولا اللي في خنشله، ولا اللي في الطرف، ولا اللي في خميس الخشنه، ولا في باغيين الانتخابات. راهم خايفين على مصير بلادهم، وعندهم الحق يخافوا. تهديدات موجوده والله ما هي وهميه. لازم البلاد تخرج من هذا المأزق. البلاد اللي تقعد 9 شهور بلا رئيس راها في خطر، خطر كبير. المحاولات يوميه. شوفوا التصريحات من وراء البحر، واش راهم يصرحوا؟ تصريحات سبقت تحطيم دول اخرى. تتذكروا انتم ماني كان رئيس تاع دوله قابلتنا، تبغي تتداخل بزاف الامور تاعنا وناسيه الامور تاعها، كيفاش متدهوره عندها، وكيفاش مظاهراتها، وكيفاش اعتقالاتها، وكيفاش لا ما تشوفش داك الشيء، تشوف احنا وطالقين علينا الابواق تاعهم. رئيسهم يوما ما قال الحاشيه نتاعو نكمل مع سوريا ونتذهب الجزائر. ماهيش ضحك، هذه ماهيش لعبه. اذا نختار رئيس ندخل نرجع الجمهوريه بالشرعيه نتاعها، نحافظ على شعرة معاوية، من بعد تما أقوال ربي يدير تأويل. أما أنا متحقق باللي الجزائريين الوطنية تاعهم ما تمسش، وعارفين الخير تاعهم وين راه، ويمشوا للانتخابات. يمشوا للانتخابات، ما نقولكش أغلبية ساحقة ولا، ما تكون في نسبة مقبولة جدا جدا جدا.